المعلمة أو المس اللي عنده عم بتشوف إيديه ناعمين وجهه ناعم، بتلاقي إنه في اعتناء كثير 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 في المشهد. تفضلي. معنا اتصال من شيرين. ألو ألو، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ منورة نسرين، كيفك؟ تسلمي تسلمي، أهلا وسهلا فيكي شيرين. ممكن أحكي مع مسيو خليل؟ اتفضلي حبيبتي مسيو خليل. صباح الخير مدام شيرين، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، منور والله مسيو خليل. وأنت منورة، أنت صديقة البرنامج وأنت على راس وعيني، والله نفسي أشوفك مدام شيرين قد ما بتحكي معانا. الله يحميك يا رب. إن شاء الله، والله لازم ضروري إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك. أسألك مسيو خليل، بالنسبة للحساسية في الوجه، إذا كان بدي أعمل أنا تنظيف بشرة، كيف بنقدر نتعامل مع الحساسية والبخار وتنظيف البشرة؟ إذا كان عندها حساسية وجه. حاضر حاضر مدام، حاضر شيرين. اسمعيني يا ستي وأهلا وسهلا فيك. تسلم، يخليك. الله يخليك يا أهلي. في الحساسية المفرطة عند البشرة، دائما بتلاقي حساسية من أي مادة بتنحط على الجسم، ولكن احنا يعني في ماده مثلا كريم معين بنحطها اللي بصير هالحكه وهالاحمرار بهالوجه، صار بعدي حساسيه ما لايم البشره. احنا بنقول يعني انه السيد اللي عندها حساسيه تعرف ايش معنى الحساسيه الموجوده عندها، فالافضل تجيب فحص طبي لها لنقدر احنا ايش هالماده. في ست مثلا من البيلينج عم بتحسس وجهها كثير كثير كثير، من كريم الاساس عم بتحسس وجهها كثير، من الروج عم بتحسس وشفايفها، من الايلاينر والكحله هيدا عم بتحسس عيونها، بضلها ترمش ما بتقدر تعمل هيدا. فاحنا بننصح يعني اي سيده عندها حساسيه، هي اسمها الحساسيه المفرطه. نعم، فهمتي علي كيف؟ يعني دائما الزبون بضلها تحكها كيك، دائما الزبون بضلها عرق بطاعي، تكون كثير ناعمة يمكن بين على سطح الجلد. بيجي أختي الكريمة نسرين والمدام اللي كثير طيبة مدام شيرين، لها مني كثير كثير الاحترام والتقدير، أنا بحبها هالست هايدي، بس ما شفتها، يا ريت أتمنى إن أنا أشوفها. مدام شيرين يعني زي ما قلنا الحساسية المفرطة بتيجي من أكل معينة، بتيجي من رائحة معينة، بتيجي من شغلة معينة. فإحنا بنقول دائما إن شاء الله اترجعنا في مركز خليل السيد، وإحنا بنقدر نشوف بشرتك ونحكم عليها ونقدر نعطيها. أما الحساسية الثانية اللي هي حساسية الكوبرت اللي من أكل معين، من رائحة، من رائحة كذا، من رائحة، عم بتصير معنا بشكل كتير، ولازم احنا نشوف البشرة لنعرف الحساسية هيدي مع الفحص تاعها تاع الطبيب نقدر نساعدها. مسيو خليل معنا اتصال من البحرين. علي ملكاوي، اهلا وسهلا، صباح الخير. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك علي، تفضل. سامعنا؟ الو الو الو، اهلا وسهلا فيك علي، تفضل. اهلا وسهلا فيك، تفضل، سامعنا؟ سامعك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفك؟ شو اخباركم؟ والله الحمد لله خير. تمام، ممكن شو الاخبار؟ استشير الاخ الله يخليك. استاذ علي صباح الخير. الصوت شكله استاذ علي، الصوت كثير واطي شكله. مسيو خليل، خلينا بدنا شو بتقدم نصيحة للمراهق كيف يعتني ببشرته، كيف يهتم بالصبح مساء بتنظيف البشرة؟ يا نسرين، احنا حكينا عن المراهقين وحكينا، بدنا نحكي هلأ لأعزائي المشاهدين الشباب كيف يعتمد. هلا بعد ال 14 وال 15 للشاب ببلش يحلق دقنه، بده شعر على وجهه غصب عن العالم. خلص حس حاله رجال. فاحنا بنقول يعني بعد ما تحلق دقنك او ترتب دقنك في اي مرتب كريم، في افتر شيف لك، انك انت تحمي هالدقن هذه من الحبيبات. واذا لقيت حبيبات عندك اكثر من اللازم، حبيبات فيها شغلات انتم تعرفوها اكثر، فراجع خبير التجميل لكي انت تخلص من الحبيبات، بلاش تصير عندهم تعليمات واسودات عنا في الوضع عنا اكثر من اللازم. فاحنا بنقول لك دائما اهتم في بشرتك، وفي سن ال 14 وال 15 انت لازم انك تكون في طريقه اللي تشوف يعني فيش حبه عندك، بلاش نضل نلعب فيها حبه حبتين ثلاثه اكثر. فاحنا بنقول لا لك رجعنا واستمتع في وقتك
بعد ما تحلق شوية مساج لبشرتك، شوية كريم للبشرة اللي عندك، فبتخف في أي إشي عندك، علاجات للبشرة اللي عندك ما تستعملها، ارجع لها الطبيب وارجع لها خبير التجميل، بنقدر احنا نقول لك في الوضع حالة. اما الشغلات الثانية للصبايا اللي بنقول عنهم للبشرة، فاحنا بنقول دائما انتو اي صبي بصير عندها مشاكل حب شباب ومشاكل منها الاسوداد الموجودة اللي عندك، بنقدر احنا نرجحها ونقدر نعطيك الصفة التامة في مركز خليل السيد. معنا اتصال. الو، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عبد الله يا حبيبي. عبد الله السواعي ويعطيك العافية. الله يعافيك يا ربي. كيفك؟ أول شيء بنصب على عليك يا أختنا نسرين وعلى حبيبنا وأخونا الصديق الغالي المسيو خليل. الله يخليك أخي عبد الله ويعطيك العافية، ودائما منورين شاشة نور مينا. تسلم تسلم. وبتعرفوا انا وانا كصديق ما قلتلناش زغليل انتوا اليوم. وانا كصديق للبرنامج يعني عبد الله السواعي دائما بحييكم على حقيقه، انتم من اروع البرامج. وبحيي كمان المخرج المتالق الاستاذ فراس مياس اللي هو من اروع المخرجين في المملكه الاردنيه الهاشميه، والاستاذ طارق وكل الشباب اللي معكم حبيبي على البرنامج. ومسيو خليل تفضل يا سيدي، انا وديت لك يوم الجمعه وبتعرف بتواصل، ورقمك رقمك صار مع كل الاردن وكل الوطن العربي، ووديت لك جمعه مباركه، ودائما الله يزيدك بالنعيم، ودائما صبعتك الله يبارك فيك واشكرك. مصطفني والله اني انا اسف اللي ما رديت عليك، لكن من كثر هالتليفونات اللي عم تجيني بعتذر لك اخ عبد الله. فعلا انك انت من الشباب اللي انا بفتخر فيهم، ومن الشباب الطيبين جدا. وانا مش انت بس بتحكي على نور مينا، انا بتابعك على كل المحطات وبسمع صوتك. والله يا رجل انا بتمنى اني انا اشوفك قد ما حبيتك يا سيدي. انت دائما الحبيب الغالي ودائما في القلب، وانا بحييك، وبرنامجك حصري حتى في كل المملكة الأردنية الهاشمية. وبدنا دائما كمان مرة ذيك استضفتوا الأستاذ سامي بوشة، وبدنا استضافات كمان لأصحاب صالونات التجميل في كل المحافظات وفي كل المملكة الأردنية الهاشمية. وأخيرا بدعو لأختنا نسرين إنه الله يحميها من العين ومن حسد الحاسدين اللي هي أختنا وعزيزة علينا، والله يحميكم أنتوا كمان مسيو خليل من العين ومن حسد الحاسدين. أنتوا أختنا نسرين ودائما منورين شاشة نور مينا. ونحيي الأستاذ محمد دراج، والله يحمي بلدنا وسيدنا. وشكرا لك كثير نسرين. بعد اذنك خليني ادعي انا كافه اصحاب الصالونات الموجوده في الاردن من مزينين ومزينات، يعني من كوفير وكوفيره، انا على استعداد استضيفهم في برنامج جيت بوقتك يا خليل. اللي من الرمثه تتفضل تيجي، واللي من العقبه تتفضل تيجي وتقعد ونتناقش. احنا في مهنه التجميل، واي طبيب بوجه له كل الاحترام والتقدير، نستضيفه ونحكي معه في مهنتنا وفي خبرتنا في جيت بوقتك يا خليل. برنامج والله اللي بشوفه أنا ضج الملايين، يعني من هالتلفونات اللي عم تجيني ومن هالإيميلات ومن هالكذا. فأنا مستعد أرحب بأي ضيف أو ضيفة في برنامجي، مثل ما رحبت بالصديق الغالي والحبيب على قلبي الأستاذ سامي بوشة، واستضفنا على الهواء مباشرة من أمريكا الأستاذ الغالي الشاب، أنا بدأ أسميه الشاب الذي ابتكر وصنع وله مصنع كبير في علم التجميل أستاذ محمد جراح. فأنا بدأ أوجه تحية لكل مزين ومزين في هذا الوطن الجميل، إني أنا أستضيفهم ونتناقش في علم التجميل. ومش عيب، اللي ما عنده خبرة بصير عنده خبرة، واللي ما عنده تكنيك إحنا بنعطيه دروس وبنعلم. وبدأ أذكر إحنا فتحنا بنعمل هلأ أكاديمية، أكبر أكاديمية بالشرق الأوسط، أكبر أكاديمية بالشرق الأوسط لتعليم فن التجميل، لتعليم فن التجميل والمكياج وأصول المكياج والخدع السينمائية وكافة خصوصيات التجميل في أكاديمية خليل السيد. إحنا مستعدين حتى نعلمكم، والأكاديمية هاي إن شاء الله راح يكون أساتذة من لبنان وبالناس من مصر، من العمالقة في فن التجميل. وإن شاء الله راح نوصل لكم فيها الأكاديمية هاي كل ما هو جديد في عالم التجميل. أما الشغلة الثانية، خلينا نحكي مع نسرين ندردش معها بالنسبة للأكاديميات الموجودة عندنا في الأردن. إحنا الأكاديميات الموجودة في الأردن
كثير لنا فخر اللي بتصل للأكاديمية اللي موجودة الطالب أو الطالبة. احنا عندنا نقص مهني، بلاش نجيب الغريب عندنا ونحطه عندنا في هالموضوع كذا. احنا بدنا من الطالبات اللي عندهم بحبوا مادة هالتجميل وبحبوا هالعلم التجميل انهم يتعلموا هالتجميل في أكاديميات واسعة جدا. في عندنا بدي أوجه تحية كمان للأستاذ الكبير الأستاذ هاني إخليفات اللي هو مساعد مدير مؤسسة التدريب المهني الذي بتعاون معه دائما. وإحنا مستعدين أنا شخصيا لأي محافظة في الأردن لمركز تدريب مهني أنا أروحه وأزوره وأعطيه محاضرة وأعطيه علم ونفهم هالناس ونعطي تفهيم كامل علم إنه في إشي عندنا بالأردن في سرعة في سرعة في سرعة التجميل. كتير صبايا عم بحبوا هيدا وإن شاء الله راح نحكي أنا وياها وأنا ونسرين في هالمواضيع هاي بإذن الله على رغبة السيد أخي وصديقي عبد الله. معنا اتصال. ألو صباح الخير. أنا مرحبا. أهلا وسهلا كيفك؟ صباح الخير نسرين. صباح النور حبيبتي كيفك؟ بس الصوت مش واضح مش سامعة شو بتحكي. احنا سامعينك سامعينك سامعين صوتك. كيفك حبيبتي؟ الو حبيبتي سامعينك بس يمكن انت صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. الحمد لله تمام حبيبتي. حابة اصبح عليكي وعلى مسيو خليل وحابة اسألك كم سؤال. تفضلي حبيبتي. عينك. كيفك مسيو خليل؟ يسعد صباحك يا اهلا فيك اهلا وسهلا. مسيو خليل بدي أسألك إيش في قناع هيك مناسب للبشرة الجافة ويكون إنه سهل العمل؟ قناع للبشرة الجافة ومناسب لوجهها شكله جاف. شكرا لك على سؤالك. طب هذا السؤال والسؤال الثاني. إيش السؤال؟ سؤالين. ألو. طيب. حبيبتي قلتي بدك تسألي سؤالين. بقولك شو السؤال الثاني مسيو خليل؟ وكمان في عندي تأسف بالأظافر فايش تنصحني استخدم لهم من بوصل لسن معين ويرده يسقطوا؟ احنا نقول البشرة الجافة كتير يعني هي من البشرة المختلطة والجافة بتيجي زي ما حكينا عنها في البداية. البشرة الجافة بنقدر نعمل لها بالبيت يعني كتير بدي اعطيكم هالوصفة هلا صبايا يلا جاهزين. يلا ورقة وقلم بسرعة. لكل سيدة عندها بشرة جافة بنقدر نعطيكي هالوصفة لها وهلأ زبطيها بهالبيت وبتشوفي هالوضع. لو جبنا معلقة زيت زيتون. نعم. معلقة زيت زيتون. كبيرة ولا صغيرة؟ معلقة شاي أو معلقة كبيرة عادي معلقة أكل. معلقة زيت زيتون